هيد كالس بارك لتجربة الراحة والضيافة الهولندية. سعته لا تتعدى 2000 مقر. افتتح أصحاب الأرض النتيجة. كيف سيكون رد الخصم؟ يمكن أن تصبح هجمة واعدة. يحتفظ بالكرة بطريقة مذهلة. والآن هذا ما يسمى بالفارق الحقيقي. وادي الإعادة. توقيت أكثر من رائع لفريقه. فعل كل شيء بشكل صحيح. نشوف الهدف مرة ثانية. هدف جميل لا نشبع من مشاهدته.